المياه والطاقة نعكف على توفير مستلزمات الحياة في المدن الصناعية الرئيسة خدمة لرسالة المملكة العربية السعودية. جودة الحياة في مناطق عملنا هي غايتنا، والخدمات الأساسية في أعلى مستويات الكفاءة والتطور هي سعينا الدائم والدؤوب. مرافق المستقبل شعارنا لخدمة الجبيل، أكبر مدينة صناعية في العالم، ينبع أكبر مركز مصفاة في المملكة. جازان أحد المراكز الرئيسة في المملكة للصناعات الثقيلة، رأس الخير، مركز التعدين المستقبلي للمملكة. جدة ثاني أكبر مدينة في المملكة، بالريادة والتميز والنماء نعمل على توفير أساسيات العيش الكريم بشكل مستدام، وأولويتنا هي صحة وسلامة المجتمع وموظفينا. لماذا نحن متميزون؟ قدرة ضخمة لإنتاج المياه تبلغ 1.3 مليون متر مكعب في اليوم، يتم نقلها عبر أكثر من 1700 كيلومتر من خطوط الأنابيب لنوفر الإمدادات اللازمة للمناطق الصناعية والسكنية دون انقطاع. مخزوننا الإنتاجي الضخم، لدينا القدرة على توفير 56.6 مليون متر مكعب من مياه البحر للصناعات الثقيلة والمنشآت الصناعية من خلال 255 كيلومتر من خطوط الأنابيب المبردة يومياً. فلدينا إحدى أكبر قنوات مياه البحر في المنطقة، والتي تمتد على مسافة 36 كيلومتر، ويمكننا أيضاً إعادة تدوير 387 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي والصناعي للاستفادة من مواردنا ولتقليل هدر المياه. كما تشمل البنية التحتية للطاقة في مرافق على شبكة توزيع بطول 3600 كيلومتر و 440 كيلومتر من خطوط النقل للطاقة، ويمكننا توليد الطاقة بمعدل 4.8 جيجاوات لضمان استمرارية إمدادها لأهم المجمعات الصناعية في المملكة العربية السعودية. The promise of Marafiq is to make your lives better. Our success lies in the social and industrial development of the region, where the needs of every home and industry are met without interruption. With the people of Marafiq as our strength, we are ready to meet the challenges of tomorrow. ونواصل رحلتنا في مرافق لإثراء حياة صناع المستقبل من أجل غد مزدهر ومستدام. نعدكم أن تكون مرافق المستقبل.